شهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدد من المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحوم المجمد لضمان أعلى جودة للمواطنين. احنا بنروح نستلم اللحمة من الثلاجات، بننزلها في العربيات هنا للمواطنين عامة، أهالي قريتنا وبرضو أهالي المراكز بتاعتنا، بنبيع لهم اللحمة بسعر مخفض جدا. بيبقى معانا لحمة كذا، يعني كذا تصنيف، معانا مثلا لحمة بلدي حاليا بتكون ب 210، معانا لحمة بتكون ب 185، وتكون دي لحمة برازيلي مذبوحة في المذابح بتاعتنا تبع المؤسسة. معانا بيبقى في دواجن بتبقى ب 112 جنيه تقريبا، وزنها حوالي كيلو حاجات صافي، بول كبير جدا. يعني امبارح كان معانا عربيه تانية ما قعدتش معانا ساعتين، اقبال بيبقى كبير جدا على العربيه. يعني هنا دي اليوم الرابع للمبادرة الأساسية، واليوم الثاني لينا إحنا هنا في شبرمان القرية بتاعتنا. إحنا هنا موجودين عشان نساعد أهالينا نقدر نوصل لهم السلع الاستهلاكية الأساسية بسعر مخفض شوي، وإحنا هنا موجودين عشان نساعدهم ونعرفهم. وكمان في حاجات كتير أكتر من كده إحنا بنعملها، إن أنا كمسؤول هنا أو تحت رعاية مسؤول، إن أنا موجودة إن أنا بعرف الأهالي وبعرف الناس بالمبادرات اللي مؤسسة حياة كريمة بتعملها. والناس هنا الحمد لله مبسوطة جدا 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 بالمبادرة اللي موجودة، قدرنا إن إحنا نوزع جزء كبير جدا، والحمد لله لقينا صدى واسع كبير جدا جدا من الناس، والناس مرحبة جدا بالفكرة والناس بتتمنى إنها تبقى مستمرة على طول. وإن شاء الله ده هدفنا من وقت للتاني، تكون المبادرة موجودة في الأماكن اللي فعلا تستاهل. المبادرات دي رفعت عبء كبير عن المواطن المصري، المواطن الغلبان، المواطن المسكين، المواطن النهاردة اللي مش قادر النهاردة يوفر قوت بيته، قوت عياله. النهاردة الدولة بتقدر النهاردة تساهم النهاردة إن هي تقدر توفر له كل احتياجاته من اجل السلع الاساسيه اللي هي ان كانت لحم او فراخ او خضار. سهوله في التعامل وبسرعه، ما فيش وقف ولا اي حاجه، بسبب ما قطعت البون استلمت اللحمه. هي بتفيد ناس كتيره، في ناس اصلا ما تقدرش تشتري كيلو لحمه ب 350 و400 جنيه، اللحمه بالنسبه لها دي عامله زي عيد، بيستنوا من العيد للعيد، الاسعار عاليه. لا لا، المبادره دي كويسه، بتبدا تنزل الاسعار. هي المبادره بادئه من يومين، مستمرية على مدار أسبوع إن شاء الله لدعم أهالينا. ده بطلب من سيادة الرئيس إن احنا ننزل وندعم أهالينا. طبعا ده كله تحت مظلة التحالف الوطني. مؤسسة حياة كريمة بتعمل دور التوزيع على مستوى نقط الجمهورية كلها. هو احنا عندنا ثلاث أنواع من اللحوم، عندنا لحوم بلدي، عندنا لحوم بلدي مبردة، وعندنا لحوم مجمدة. اللحوم البلدي بتنزل ب 310، اللحوم المجمده بتنزل ب 185، وفي اللحوم المبرده بتنزل ب 210، وفي فراخ. موجودين حاليا تحت محور عمرو بن العاص مطبعه فيصل. دي المبادره دي بالظبط اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه الغلاء الاسعار اللي دلوقتي بقى موجود. عندنا قطاع اسمه قطاع الفئات الاولى بالرعايه، فاحنا بالتالي احنا بننزل كل حاجه بسعرها، احنا مش بنحط عليها سعر مكسب او اي حاجه. وطبعا اجبار الناس ان كل الحاجات دي بتبقى تجويهات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا الناس بتبقى مقبله عليها. والله هي الفكره جيده، الفكره جيده بتاعه اللحمه وبتاعه اي مواد غذائيه اخرى تبقى مخفضه للجمهور. الجمهور متعطش، متعطش ليه؟ لسعر خفيف. احنا يعني بنشكر الرئيس على المبادره الكريمه ديت، ولكن نتمنى انها تتعمم وتكون بصفة دائمة. الاستدامة للتنمية مطلوبة. جميلة والله، رخيصة جميلة، أحسن من 450. حاجة جميلة جميلة أوي أوي أوي.